السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم كيكة معمرة بالتفاح، كتجي سهلة بزاف ولذيذة، غادي تعجبكم ان شاء الله. غادي نبدا اول حاجة بالتفاح، غنغسلو الاول باش نخليه يدفى، عاد ديك الساعة نضيف المكونات ديال الكيك. بالنسبة للتفاح انا عندي 3 ديال التفاحات متوسطين، درت معاهم معلقة كبيرة ما عمرهاش ديال السكر سنيدة، واحد ربع معلقة صغيرة ديال القرفة، ومعلقة صغيرة ديال الزبدة. هادو غادي نديرهم على نار مهيلة ونغطي التفاح باش يطلق الماء ديالو، باش ما نضيفوا له لا ما لا والو، غنغطيوه نخليوه حتى كيبدا يطلق داك الماء ديالو. غتبقاو تحركوه حتى كيتعسل لكم مزيان. كما شفتوا البلاد ضروري تنقصوا العافيه، الزبده ها انتما شفتوا غتبدا تسيح. غادي تخلطوا هاد المكونات هادو وغادي تغطيو على التفاح حتى كيطلق الماء ديالو. هذه هي الطريقه باش كنعسل انا التفاح. بزاف اخوات كيبغيو يديروا التفاح معسل في الكيك، انا مره كنديرو غير هكا، يعني ما كنعسلوش. الا كنت غنديرو غير من الفوق شي مره ما كنعسلوش، ولكن اللي بغى الطريقه ديال المعسل هكا كندير له. انا تخديت هنا كما شفتوا الخلاط الكهربائي، درت فيه جوج ديال البيضات، غنضيف كاس لارب ديال العنبه ديال السكر، وكاس لارب ديال الزيت. غادي ندير جوج اكياس ديال الفاني باش تجي منسنه مزيان بالفاني. هنا غادي الكيس الاول ديال الفاني وهذه الكيس الثاني. دابا غادي نطرب هادشي مزيان حتى كيتخلطوا هاد المكونات، عاد نضيف واحد العلبه ديال الياغورت بالفاني. دابا ضفت العلبه ديال الياغورت، غادي نطحن حتى هي معاهم ونرجع معاكم. صافي هنا كنخوي هاد الخليط هذا باش نضيف له جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وجوج خمارات يعني 16 غرام، وواحد معلقه في التالي ديال الخل. هنا كما شفتوا درت جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، يعني 200 غرام في المجموع، وغادي نضيف جوج اكياس ديال خميره الحلويات يعني 16 غرام في المجموع. هنا ضفت الخميره، غادي نخلط كلشي دقه واحده. هنا ضفت واحد معلقه ديال الخل، صافي كتخليوها حتى للتالي وكتضيفوها، يا اما هي يا اما معلقه ديال عصير ديال الحامض اللي بغيتو. كما شفتوا هذا هو القوام، يعني ما كيجيش مخفيف بزاف وعاود ماشي ثقيل. صافي البنات كما شفتوا هنا خديت واحد المول، درت له البابي ديال الطبخ ودهنت له الجناب شويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نفرغ فيه هذه الكميه هذه ديال الخليط. هانتوما كما شفتوا القوام ديال الخليط ما كيجيش شويه ثقيل، انا احتاجيت جوج كيسان د العنبه ديال الدقيق، نتوما تقدروا تحتاجوا تكثر الا كان الحجم ديال البيض ديالكم اكثر من البيض اللي درت انا. كما شفتوا هذا هو التفاح اللي عسلنا، درته من الاول باش كيدفى شويه. دابا غادي نوزعه كطبقه هكا من في الوجه، تقدروا ديروا غير جوج تفاحات، كتبقى الكميه ديال التفاح على حسب نتوما شحال بغيتوا. بعد ما وزعت التفاح كما شفتوا في الوجه ديال الكيك، دابا غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللوز ايفيلي، حتى هي غادي نرشها هكا في الوجه. الناس دابا غادي ندخلها طيب على 180 درجه. بالنسبه للفران انا دائما كنسخن عاد كندخل الكيك، نتوما لو كنتو كتدخلوا في الفرن بارد نديروا يعني الطياب اللي كيوالمكم نتوما على حساب الفران اللي عندكم، سواء الغاز او ديال الكهرباء. غادي نطيبها ان شاء الله ونرجع معكم باش نكملوا لها التزيين. صافي البنات هنا بعد ما طابت كما شفتوا حيدتها من المول، خليتها غير دفات شويه. دابا غادي ندير لها واحد شويه ديال نسلي كراميليزي. دابا غندير شويه ديال نسلي كراميليزي من فوق منها، اي كراميل عندكم او كتفضلوا منزلي او اللي كيتباع كديروا فوق منه، كيعطيه واحد المذاق زوين. في نفس الوقت هذاك اللوز كيجي هكا حلو وكيجي فيه واحد النكهه زوين. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كتجيب هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف ولذيذه ان شاء الله. الا جربتوها غتعجبكم، والمكونات كما شفتوا مكونات اللي سهله يعني ما فيهاش كثره الخدمه بزاف. غنقسم معكم شي موز.
فوالا البنات الشكل ديالها من الداخل كتجي زوينه بزاف وهشيشه ان شاء الله. الا جربتوها غادي تعجبكم. التفاح راه كيجي معسل وكيجي فيه واحد مذاق ديال القرفه اللي زوين وكيتواتى مع الكراميل. ان شاء الله الا جربتوها غتعجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.